تشير الكثير من التقارير الصحفية إلى السبب وراء عزوف القادة العرب عن المشاركة في قمة لم الشمل في الجزائر إلى علاقات الجزائر الإقليمية الملتبسة التي لا تتوافق مع الأمن القومي العربي، خاصة مع إيران التي ما زالت تحتل 3 جزر إماراتية بحسب رأي الباحث العلاقات الدولية عبد العالي الكارح. لكن الأسباب الأكثر وضوحاً هي التي ساقطها العديد من الصحف الخليجية، والتي ترى أن القمة في غياب بعض الزعماء العرب لن تخرج بأي جديد يخص الشأن العربي. وأشارت إلى أن السبب وراء الغياب جاء بسبب محاولة الجزائر فرض تاريخ لعقد هذه القمة خارج التواريخ المحددة للقمم العربية السابقة، كما حاولت فرض إعادة سوريا إلى الجامعة العربية رغم رفض عدة دول لذلك. كذلك من أهم الأسباب التي جاءت في صحف الخليج كان لمحاولة إقحام موضوع جبهة البوليساريو الانفصالية على أجندة القمة، وهو ما رفضته كل الدول العربية أو النقاش في تفاصيله. فهل حكمت قمة الجزائر على نفسها بالفشل، أم أنها ستكون مهددة بالتأجيل إذا ما تداركت الجزائر مواقفها؟